طيب الأول أنا أروح أعمل راننج للموديل بتاعي بأمر بسيط جدا اسمه ال ام. أمر ال ام ده هو المسؤول إنه يبني لي الريجريشن موديل بتاعي. طب أنا عايز أعمل إيه؟ عايز أحاول إن أنا أبريدكت السكور بناء على ال اي كيو. الداتا بتاعتي هتيجي من الداتا سيت. أوكي؟ طب الريزولتس بتاعتي دي أنا عايز أحطها في أوبجكت موديل، يعني تعالى نسميه موديل مثلا. ممكن اعملها كده او اعملها بالمنظر ده، طبعا يناسبك. الاثنين اساينمنتس، الاثنين دي صحيحه ودي صحيحه، بس دي الاشهر في الار. بعدين اقول له شغل. انا كده بنيت الموديل، انا ما يهمنيش دلوقتي الموديل، خليني اكمل فكره الاسامبشنز بتاعتي. وتعالى نرجع تاني في الاوتلاير. اشهر طريقه بنتشيك بيها على الاوتلايرز لعلها هي البوكس بلوت. فتعالى اقول انا عايز اعمل بوكس بلوت. البوكس بلوت انا عايز اعمله على الريزيديوز، على الايرورز اللي موجوده. بمعنى بما ان انا كنت خلاص عملت تحت الموديل، الموديل ده هيبقى فيه ريزيديوز. الريزيديوز دي لو انا شغلتها دي الريزيديوز، ده الايرور في كل كيس موجود. فناخد الريزيديوز دي اعملها كده كات واعمل لها بيست. فاذا انا عايز اعمل بوكس بلوت على الريزيديوال فاليوز هيطلع لي بالمنظر ده. ده طبعا ده البوكس بلوت، ده الميديان، ده طبعا الكورنتايلز بتاعتي. بص بقى، ادي الويسكرز اللي تحت وفوق الويسكرز ده بيبقى الاوتلايرز. يعني هنا طلع ان انا عندي مايلد اوتلاير، مش جامد قوي، قريب قوي من الويسكر. بس خلي بالك ان قد يحدث ان تلاقي ان الاوتلاير بعيد او عن الويسكرز، ساعتها لازم تلاقي حل للاوتلاير ده. هنا انا اقدر انجلكت خالص الاوتلاير لانه قريب، بس يعني تعالى نحاول نشوف. طب دي اني كيس يا ترى؟ يعني دي اني سبجكت او اني اوبزرفيشن اللي فيها المايلد اوتلاير ده؟ طيب اعرف ازاي؟ هاخد بقى البوكس بلوت ده احطه في اوبجكت، اقول مثلا ماي بوكس بلوت. خلاص بقى عندي الاوبجكت بتاع الماي بوكس بلوت. ممكن ابتدي استفسر منه، اطلع من بعض البيانات المهمة. أقول له مثلا فين الأوتلايرز؟ هيقول لي الأوتلاير هي الكيس نمبر 29 والإيرور فيها كان 1 بوينت. تعالى كده نكتب لك دي أهي، هعمل كده كوبي، أنزل بيها هنا أعمل بيست. يبقى الكيس نمبر 29، لو أنا عملت كومنت 29، لو أنا جيت هنا 29 الكيس دي، لما جه يحسب المعادلة ألاقي الفرق من الواي والواي هات بالرقم ده. طب الرقم ده بعيد قد ايه عن الويسكر؟ لازم اعرف اصلا الويسكر كام. طب هعرف ازاي الويسكر بتاعتي؟ محتاج اجمع شوية statistics على البوكس بلوت. فاقول له اديني statistics. بص الويسكر بتاعي اللي فوق العلو ده 1.68، معنى كده ان الفرق او الغلطة مقدارها الرقم ده ماينس الرقم ده، فالايرور مش بعيد قوي الحقيقة. لذلك احنا بنقول ان هو مايلد اوتلاير، مش بعيد قوي عن الويسكر اللي فوق. اوكي، احنا كده عملنا تشيكينج الاوتلاير. ما تنساش ان احنا خلاص اوريدي بنينا الموديل، مش هنبتدي نبص عليه غير لما نعمل تشيكينج لكافه الاسامبشنز بتاعت اللينير ريجريشن.